أو
ويتعلق بالإنجاز أيضا التركيز عليه هو اجتهاد الإنسان في بذل الجهد الإنساني، بمعنى إذا كان محور الخيار هو أن تبذل الجهد المطلوب منك ثم تقوم بعد ذلك بالنظر إلى سبب الأسباب أمام الجهد ويمكن أن تتخذ من في تتعلق بكثير من التفكير وكثير من السياق وراء أسباب أو رسائل لا تملكها، ولكن اجعل تركيزك على بذل الجهد، ابذل المجهود أولا ثم ضع مجهودك على بذل الجهد. من ضمن المهارات أيضا التي يمكن أن تكون بسيطة جدا في التعامل مع بنود خطر الاستخدام هو وقتاً كثيراً في خوف الحب، ويقول على أن يكون هذا الوقت وقت كثير وليس بالقليل، لأن الأساس في هذه الفترة هو التركيز على الإنجاز والعمل المباشر في اتجاه الانتهاء من صف دراسة مهمة معينة، لكن ولا بأس يكون هذا تماماً من التخصيص أو نوعاً من التقرير لهذه البنود يتخلى الفترة البنود هذه. فليتخيل كل شخص ما يحبه ليكون بمستوى معين. انا على سبيل المثال كنت حاليا في فتره ايضا اختيارات واواجه هذا النوع من الحدود، ولكن الشخص اللي انا كان بحبه وهو اتحدث اليه حيث جاءت هذه الفتره الى خاطري وارجع مسيرته الاختياريه. فليفتح كل شخص خلال فتره الحدود ويكون بالنسبة له تسديدا لخطير مناصرة الجواز المدني. مسألة التخصيص هذه بفضل التطور الإنساني تقابل التأثير ولذلك سيكون التأثير على النفس ولكن بقدر معين خلال فترة الدروس أمرا جيدا.
نقطة أخيرة لا تفوتنا في سياق الحديث عن الخروج والتعامل معها هي النقطة الأخيرة الأولى التي تثبت كل شيء وتلي كل شيء وهي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى يعني من بيده الكبرى ومن هو قادر على كل شيء والذي بيده التوفيق والذي بيده صلاح الشأن وليس يعني إبداع ولا بعظمة ولا بمقدرة من جميل الأبيات الشعرية في هذا المعنى قول الشاعر: إذا لم يكن للمرء من الله عون فأول ما يزني عليه اجتهاده. فبالضرورة أن يتذكر الإنسان هذا المعنى ويستصحبه معه في فترات الغروب حتى تكون بإذن الله يعني مصحوبة بالتوفيق، والتوفيق شيء يعني لا يمكن أن نقيسه أو نلمسه، هو الاهتمام، هو التقدم، هو التيسير، هو أشياء كثيرة جميلة جدا. فيما يتعلق بالإنسان الذي هو خلق من خلق الله يتعلق بقدرة الخالق سبحانه وتعالى ويستعين به ويقضي كل شيء التوفيق. فترة الامتحانات موفقة وفترات ظروف في حياتنا تمر بإذن الله مكتوبة بها التوفيق لهذا الجزء. شكرا لمتابعتكم هذا الفيديو وأرجو إذا كان أنا على رجاءكم أن تنسوا التعبير عن هذا القضية في حياتنا العامة. والذين لم يكونوا أعضاء التنسيق في قناة إعلام مصر حتى الآن فأظن خياران إما أن يكونوا الأول هو الاشتراك بالقناة من خلال دورة سبسكرايب وثاني تفعيل الجرس لأجل أن يأتي برسالة بكل جزء مما تحدث قناة إعلام مصر. أهلا بحضراتكم وألقاكم بإذن الله وتلقاكم قناة إعلام مصر في كل ما هو جديد ومفيد. إلى اللقاء.